للأسف ظهرت فاشية الحصبة في بعض محافظات السلطنة خلال السنتين الماضيتين. قامت الوزارة بدراسة الوضع في كافة محافظات السلطنة، ووجد أن هناك فجوة فعلا في المناعة والتطعيم في فئة عمرية اللي هي 20 إلى 35 سنة. وبناء على التنسيق مع منظمة الصحة العالمية والجهات الأخرى، قررت السلطنة القيام بحملة موسعة للتطعيم لهذه الفئة العمرية. انتهينا إلى الحمل وبنجاح من هذا الحملة في محافظتي ظفار والوسطى. اليوم الاجتماع طبعا للتأكد من مدى استعدادية السلطنة، وأقصد السلطنة ليس فقط وزارة الصحة وإنما كل القطاعات، للقيام بحملة مشابهة في كافة قضية محافظات السلطنة، والتي ستبدأ بإذن الله في 10 من الشهر المقبل. دكتور، كم عدد الفئة المستهدفة؟ 1,800,000 شخص على مستوى السلطنة. هذا وافدين ولا وافدين وعمالين؟ كل. في ناس تتساءل أن هذه الفئة العمرية أصلاً أخذت لقاح الحصبة في المدرسة، فهل من توضيح؟ لماذا استهدفت هذه الفئة؟ لم تستهدف فقط اعتبارها، استهدفت على ضوء دراسات تمت، دراسة اللقاح يعني مدى وجود التطعيم في هذه الفئة. وجد أن الفئة هذه العمرية هي الأقل حصانة أو تطعيماً أو مناعة من بقية الفئات العمرية. ربما بعضهم فعلا اخذوا اللقاح سابقا، ولكن اذا نظرنا الى الفئه المستهدفه 20-35، اغلب العماله الوافده في السلطنه هي في الفئه العمريه التي فقدت. ايضا من اخذ التطعيم سابقا في اثناء مثل ما تفضلت وقلت الدراسه او في اثناء الطفوله، هذا لا يتعارض مع اخذه الان اذا كانت المناعه منخفضه. وكما ربما سمعت في محاضره احد الاخوه الفنيين، اغلب الدول تقوم بحملات تطعيم اضافيه كل 10 سنوات للتاكد من مناعه المجتمع كما يجب حمايه المجتمع. دكتور، بعض الناس قال ان التطعيم اللي اخذوه في المدرسه كان ما كانت لأي فعالية، عشان كذا لا أساس تم إعادة التطعيم. لا أساس التطعيم. التطعيم هذا من التطعيمات العلمية التي علميا ثبت فعاليتها، وأيضا يعني أمانها وعدم وجود أعراض جانبية من عدة سنوات، من عدة يعني عقود وليس سنوات. هذا التطعيم من التطعيمات الأولى التي أخذت أيضا ببرنامج التقسيم الموسع في السلطنة.